اكتب لافل بوم. سمعت برا؟ ايه. نو نو نو. كمان شو فيديو؟ كاتشوف لي يوم شو لي؟ انترو. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، راكم عارف الجزيز من هذا الفيديو. اصبر اصبر ما تكومنتيش، على بالي بلي تقول الموضوع راه بجدية وانت راك تمسخر. لا لا، جيني نحكوا على الموضوع بصفة عامة ونفهمه بطريقة هزلية، باسكو الشعب راه داير كورونا زعاقة. ما نديرش احتياطات، ما نديرش احتياطات. وعلاه فهمني؟ باسكو ما كاش منها الكورونا هذه. خيوش خيوش، راك تشوف واحد الشجرة هنايا. ايه. نحيا وضربني بها للراس يرحم بابا. خونا قال لك ما كاش الكورونا، ما كاش منها. واحد كيما كاش من كاش نهار جابوا لنا واحد قال لك هذا وميت بالكورونا. كورونا هذاك يهضر ينقذ لي الوضع. نو. الحمد لله الحمد لله، صايم كان والو، كان والو هو يخرجوا يخرجوا برا تلعبوا، كان والو. على بالي كاين بزاف اللي ما يعرفوش واش هي الكورونا. كنا في التسعينات نعرفوا كروسا واسمها كورونا عادي. يا حشرة. وكاين اللي مازال كاع ما سمعش بيه. فيروس كورونا. اللي راه مرض به شنو هو؟ ولا جل زير. صباح الخير صباح الورد ويومك غير يا وجه الساعة. صباح الخير صباح الورد. لا بريمير فور سمع بهذا المرض انا. انت كذاب انت. انا في عماري اول مرة سمع بهذا المرض. واش سمعت عليه الكورونا؟ خصنا السكر. وسورتو سورتو لوش اللي بيبي. تشي لي بيبي. تشي لي بيبي. كوتشينا طوماطيش. تاك تاكل تشينا؟ اه ناكل تشينا. علاش؟ فيها فيتامين سي. الزعتر. عندك شويه بالك من لا. واش ما يقيسكش كورونا؟ بالك. يعني انت تحاربوا بالتشينا. خويا شوف كاش واحد يضربني كاش ثقه للراس راني نوم ولا بشي. الله يصايب انا لا سوليسيون تاع كورونا. نعطاكم بالتشينا. سي كوا الكورونا فيروس؟ كورونا سي كان فيروس اللي عنده نفس الاعراض تاع لا غريب مي سي بلو غراف، لدرجة انه اغلب دول العالم راهم دايرين حالة طوارئ، مي حنا في الجزائر نورمال لاباس رانا غاية 2500 واحد راهم دايرين لاشين على السميد. كورونا هو فيروس اللي ظهر اول مرة في مدينة ووهان. هذا الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة وراهم خايفين منه كاع دول العالم، يسبب الحمى والكحة، يسبب الموت وخاصة يقيس بزاف الناس كبار. وهذا الفيروس انتشر في بزاف من الدول ومنهم الجزائر. المسؤولين نقولها في الناحيه تاع التواصل تاع التربيه الصحيه، رغم وانا دكتور بينا شنو فتحي نقولها، عندنا من احسن نظام صحي في العالم. والله ما سمعتك. عندنا من احسن شنو هي؟ احسن احسن نظام صحي في العالم. على بالك مني ذاك دوخني انا. تبان لك شغل كاع ماكش عايش معانا على بالك. عنده قريب 50 سنة وهو موجود وحققنا قول والله والله العظيم انتصارات. مانيش نهضر شغل هذاك تاع والله سيري. واش بك واش بك واش بك واش من نظام صحي راك تهضر عليه؟ وهذا الفيروس راه ينتشر بشكل مخيف على عدد من ولايات الجزائر. من هنا في الجزائر ما تخافش من كورونا قد ما تخاف من جهل الناس. وعلى ماكش داير كمامة؟ ما نديرهاش يا خو، ما نديرهاش، عايش بقدرة ربي، كي نديرها باك نموت، كي نديرها باك نموت. كي نديرها باك نموت، بالك ما نموتش. إن شاء الله بربي. عايش بقدرة الله عز وجل خو. طاجين اش كي داير؟ أنا مريضة وما لبستهاش. وعلاش؟ ما نقدرلهاش. يا مريض. بصح باش تحمي روحك. ما نقدرش. واش عندك مرض أنت؟ دياليز ليرا. ماكيش خايفة على روحك؟ نخوف من ربي. واو. أنا كاع ما دخلتش في راسي ولد عمي. أنا نخدمو في الشارع ولقاو تاعنا منا وكاتبات الحق. بنادم راه قاضي بديناه
وكاتبه الحق ما ندير ماسك ما نديره ما والو. انا قاعد كيما هاك قاعد مدوه لي ما نديرهش. شنو مدوه لي ما نديرهش؟ قلت لك طاليان ثاني المرض هذا كانت منتهاونه بالمرض ما على بال ما كانتش كاسه مع به كانوا نورمال الشعبي خرج دوك الطاليان كلش مغلوق باسكو كانوا متهاونين بالمرض. حنا ماذا بينا نوعيو الناس كيفاه متهاونين بالمرض؟ حنا ماذا بينا نوعيو الناس؟ يعني ما شاء الله الاخت عندها قوه ايمان كبيره. دايما ان شاء الله نشري كاميرا كانون والايفون 11 برو ماكس. انا لا واثقه من نفسيها مش واخد بالها. انا عندنا ما حنا مايأمنوش. انا بيرسونيلمون ما نعتمدش على الطليان في هاد دوك. انت معليش راكي متقبله المرض واسم الله لكن تقدري تحمليه تدير المنزل تدير خاصه كبار السن. كبار السن نفس النقطه. بالعكس انا نشوف باللي كي نبدا نزيد له اهميه راني نعطي له طاقه للمرض. كيفاش كي نبدا نزيد له اهميه راني نعطي له طاقه. يا خويا شوف كاش واحد يضرب لي كاش طاقه للراس راني نوم ولا واش تعطي له طاقه؟ طاقه هذه باينه ادبيه خمون كيما والله غسيلو يا جماعه الحاله ما راهيش تعجب. احفي دارك كيف وجهو برك بس وصلها 100 سوليسيون باش تعاون الدوله باش يتحكموا في هذا الوباء وما تخرجش من الدار الا اذا كانت حاجه اون ايرفورس. واذا خرجت دير البابيت ودير لي بون وايفيت التجمعات الماكسيموم وان شاء الله ما يكون غير الخير. وفهمت علي مع اللي غادي نقول اللهم اجعل هذا بلد امنا وابعد عنا هذا الوباء. بلا ما ننسى ديك الكاس خويا اسلام شهر الكلاش ربح بنا مرحلة بنا مرحلة 90 آية واللي نسيتهم يستمتعوا ديروا لي ابوني تحت الفرشين يديروا لي الله يحفظكم يحفظكم هيا دير ابوني. سلام. Little do you know how I'm breaking while you fall asleep. Little do you know I'm